أهلا بكم مجددا. قالت وكالة أنباء النظام سانا إن وفد نظام الأسد برئاسة أيمن سوسان معاون وزير الخارجية غادر دمشق قبل ظهر اليوم متوجها إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا والنظام. الاجتماع الذي كان مقررا عقده منتصف الشهر الماضي وتأجل بسبب رفض نظام الأسد حضوره بدون حصوله على ضمانات، وعلى رأسها جدولة انسحاب القوات التركية من مناطق شمال غربي البلاد. بعد رفض وتأجيل وتصريحات تؤكد وأخرى تنفي ومشاورات في كواليس الأروقة الدبلوماسية، يغادر وفد نظام الأسد إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا ونظام الأسد. الاجتماع الذي يأتي كمحطة جديدة منتظرة في مسار تطبيع العلاقات بين تركيا ونظام الأسد، والذي كان اقتصر في الأشهر السابقة على لقاءات على المستوى الدفاعي والأمني بين الجانبين برعاية روسية دون تقدم على المستوى الدبلوماسي. رئيس وفد النظام المغادر إلى موسكو أيمن سوسان، والذي يشغل منصب مساعد وزير الخارجية، صرح لوكالة سانا بأن المفاوضات مع الجانب التركي ستتركز على إنهاء الوجود العسكري التركي من الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية. وذكر سوسان بأن وفده سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني قبيل بدء الاجتماع الرباعي المقرر في الرابع من الشهر الحالي. إذن يذهب النظام إلى موسكو حاملا شروطه ذاتها، والتي كانت سببا في عرقلة مسار التقارب مع أنقرة في السابق. فهل تركيا أبدت استعدادها للتجاوب مع شروط النظام، وخاصة فيما يخص إنهاء وجودها العسكري في سوريا؟ وماذا يمكن لنظام كنظام الأسد أن يقدم لأنقرة؟ اجتماع الرابع من نيسان سيكون كفيلا بتقديم بعض الإجابات. حول هذا الموضوع معنا من أرجوس الدنماركي الصحفي المختص في الشأن الروسي سامر الياس، وأرحب مجددا بالكاتب والمحلل السياسي عمر كوش معنا في الاستوديو. سيد عمر، أبدأ معك كذلك، يعني ما هي أبرز الملفات المطروحة على طاولة اجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران ونظام الأسد في موسكو غدا؟ يعني الحقيقة الجانبان، يعني التركي له شروط وله طبعا أوراق يجب أن يطرحها، وخاصة طبعا تتركز حول الهواجس الأمنية ما يخص الحرب على الإرهاب، والتي يقصد بها الحرب على طبعا قسد وكافة مخرجات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. وثانيا طبعا مسألة اللاجئين، يعني هناك ملايين اللاجئين المتواجدين في سوريا، كيف سيتعامل النظام مع مسألة إعادتهم؟ هذا بالجانب التركي. وأيضا بجانب النظام يريد كما يعني طرح سابقا أن تنسحب القوات التركية المتواجدة في الشمال السوري، وطبعا أيضا أن يتوقف دعم الفصائل المسلحة وحتى الدعم السياسي لتشكيلات المعارضة. سابقا كان النظام يتشرط، أو في الاجتماع السابق الذي أفشله النظام أو فشل من طرف النظام وأطراف أخرى، كان يستبق، بمعنى يضع هذين الشرطين كشرطين مسبقين، يريد ضمانات قبل أن يدخل إلى الاجتماع. اليوم المعطى تغير الحقيقة، يبدو أن الروس أقنعوا النظام بأن يذهب ويطرح على الطاولة ما يريد، وبنفس الوقت الأتراك يذهبون ويطرحون على الطاولة، والأمر بالتالي سيكون خاضعا للنقاش على مائدة الاجتماع الرباعي المرتقب. كيف تجري التحضيرات وفق اطلاعك سامر الياس لاجتماع الغد؟ السؤال الأهم ربما يكون أين ستختلف الأطراف وأين ستتفق وأين نبحث عن الإرادة الروسية؟ تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين والصديق الأستاذ عمر. في البداية الأطراف، الجانب الروسي معني بهذا الاجتماع وترتيب هذا الاجتماع، أعتقد بأن تأجيل هذا الاجتماع بعد إفشاله في منتصف الشهر الماضي أثناء زيارة رئيس النظام بشار الأسد إلى موسكو في 15 مارس آذار، كان للروس أسبابا وجيهة في ربما الاستجابة للأسد وعدم توجيه ضغوط كبيرة عليه في تلك الفترة. تلك الزيارة كانت تهدف من أجل إعادة تلميع الأسد وإظهار
إظهاره بأنه بات رئيس دولة أقرب إلى دولة مستقلة، خاصة وأن السيارة جاءت تزامنا مع الذكرى السنوية للثورة السورية، والقول بأن كل الأمور باتت منتهية، وبدء عملية إعادة تلميح هذا النظام وإعادته للجامعة العربية وإعادة الانفتاح العربي عليه. الظاهر أيضا أن هناك اتفاقا واضحا بين الطرفين كان بأن يكون هناك مجموعة من اللقاءات استكمال المسار الذي بدأ في نهاية العام الماضي باجتماع وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات عبر على مستوى النواب وزراء الخارجية، ولاحقا ربما على مستوى وزراء الخارجية. الجانب الروسي لم يمارس ضغوطا كبيرة أيضا على جانب النظام، ربما لأسباب تتعلق بثقته الزائدة بأن الرئيس رجب طيب أردوغان يمكن أن يربح في الانتخابات المقبلة من دون أن يكون هناك انفتاح على سوريا، خاصة وأن المعارضة حتى الآن لم تطرح نفسها بشكل قوي. هناك مشكلات كبيرة تواجه مرشح المعارضة، وروسيا مرتاحة، جانب الكرملين مرتاح من أن أردوغان سوف يواصل حكمه، وهو مرتاح بطبيعة الحال للعلاقة مع أردوغان رغم صعوبتها في السنوات الماضية، ولكنها يمكن استقرائها ويمكن الوصول إلى صفقات بين أردوغان وبين بوتين في حال استعصاء الأمور. لذلك المسار سوف يتواصل، لكن ربما لن نشهد لقاء على مستوى القمة بين رئيس النظام وبين الرئيس أردوغان قبل الانتخابات الرئاسية، نظرا لأن النظام أيضا يواصل محاولاته من أجل القول بأنه الرقم الصعب الرقم الصعب في هذه المعادلة، وأنه لا يريد أن يعطي أردوغان إمكانية للفوز في الانتخابات المقبلة، علما بأن الأمور ربما بدأت تميل باتجاه أردوغان في الداخل التركي. أين تكمن الصعوبة عمر كوش فيما يتعلق باجتماعات الغد بين الوفود؟ يعني الحقيقة الصعوبة هي أن النظام معه الطرفان الروسي والإيراني، لأن إذا أخذنا بطالب النظام انسحاب القوات التركية ووقف دعم المعارضة، هما مطلبان روسيان. دائما روسيا تقول مطلب روسيا والإيران أن تواجد القوات التركية مؤقت، وبالتالي عليها أن تنسحب في يوم ما، وأيضا إيران طبعا هذا معروف، وأيضا تعتبر روسيا كل المنظمات والفصائل العسكرية وحتى السياسية منظمات إرهابية، وبالتالي يجب أن يتوقف دعمها. لذلك موقف النظام الحقيقة في الاجتماع الرباعي أقوى اعتمادا على الدعم الإيراني والروسي. هنا تركيا الحقيقة الموقف التركي يعني يريد أن طبعا يخوض هذا التقارب مع النظام، ليس فقط لاعتبارات داخلية إنما أيضا لاعتبارات اقتصادية وأمور أخرى. يعني الجو العام والاتجاه العام للسياسة التركية هو اتجاه تصفير المشاكل الذي قد بدأته عندما استلم حزب العدالة والتنمية السلطة في 2002، وبالتالي تصفير المشاكل يقتضي أن يسير الجانب التركي بخطوات تطبيع مع النظام، وهذا ما التقطه الروس. الآن الروس هل فعلا قادرون على أن يوفقوا بين الموقفين وأن لا ينحازوا إلى مطالب النظام، بمعنى أن يكون هناك حل وسط ما؟ هذا ما يتوقف على الوساطة الروسية. سمير الياس، ما رأيك؟ هل تستطيع روسيا فرض حل وسط بين الطرفين؟ هل تستطيع أن تنجح في جمع الطرفان وإيجاد التوافق بينهما طالما أنها الراعية لهذا المسار؟ هي استطاعت جمع الطرفين وفتح باب النقاش فيما بينهما، ولكن أنا أريد أن أشير إلى عدد من القضايا ربما التي هناك صعوبة كبيرة في إيجاد حلول لها. نعم. موضوع اللاجئين، الجانب التركي يريد حل مشكلة اللاجئين، والرئيس رجب طيب أردوغان سحب هذه الورقة من المعارضة. هناك 3.5 مليون لاجئ سوري موجودون الآن في تركيا. عودة هؤلاء اللاجئين إلى سوريا هي خبر غير سار بالنسبة للنظام، الذي لا يستطيع حتى الآن لا يستطيع حاليا تلبيه أدنى متطلبات الحياة بالنسبة للمواطنين السوريين الذين يعيشون في مناطقه، فما بالك في عودة أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري أو 2 مليون أو 1 مليون. هذا سوف يعني أننا أمام أوضاع اقتصادية صعبة. في المقابل إذا استطاعت روسيا إيجاد مصادر تمويل أخرى من أجل إعادة توطين هؤلاء اللاجئين في أرضهم مرة أخرى، ورفع الأوضاع الاقتصادية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وبدأ
عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، هذا يعني بأننا يمكن أن نحل هذا الموضوع. النقطة الثانية هي موضوع الانسحاب التركي من المناطق السورية التي تسيطر عليها تركيا حاليا، سواء بشكل مباشر أو بالوكالة عبر التنظيمات المقربة لها. لا أعتقد بأن الجانب التركي الآن في وارد الانسحاب من سوريا، هو يصر دائما في جميع بلاغات وبيانات نهائية لقمة أستانة بأنه مع وحدة وسيادة الأراضي السورية وغير ذلك من الشروط التي من البنود التي تتحدث دائما عن انسحاب تركيا وانسحاب جميع القوات الأجنبية. لكن وجود القوات الأمريكية وعدم رغبة أمريكا أو انشغالها في حل الملف السوري حاليا تعني بأن تركيا يجب أن تبقى موجودة إلى حين وجود حل سياسي شامل للأزمة السورية. هذا يعني بأننا أمام ملفين مهمين لا يمكن تحقيق أي شروط لهما. أضف إلى ذلك أنا أعتقد بأن هناك مجموعة من القضايا المتفق عليها، مثل موضوع الأكراد، مثل موضوع مواضيع الأكراد، مثل مواضيع تحسين الأوضاع الاقتصادية وعودة بعض الأمور التعاون الاقتصادي بين الطرفين. لكن أيضا هناك طرف ثالث معطل لهذا الموضوع، هو موضوع إيران ووجودها والشروط التي يمكن أن تطرحها من أجل أن تبقى موجودة ضمن أي صفقة تعقد بين النظام وبين تركيا برعاية روسية. بعجالة، على ماذا تعول المعارضة اليوم التي سلمت كل أوراقها إلى تركيا كما يقول مراقبون؟ هو هذا يعني هنا الإشكال حقيقة. عندما تسلم أوراقك لن تستطيع أن تعول على شيء إلا على الذي سلمت أوراقك له. فإن كان الذي سلمت له الأوراق ذاهب باتجاه التطبيع مع النظام بالتأكيد سيذهب معه على الدنيا السلام. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي عمر كوش. الشكر موصول للصحفي المختص في الشأن الروسي سامر الياس، كنت معنا من أرغوس الدنماركية. شكرا لك. مشاهدينا ابقوا معنا بعد فاصل قصير، المحور الأخير من سوريا اليوم.